يعني هيك برايكم انتم دور المسلمين العرب؟ اي هم هذول عملوا له منهجيه العلاج بالنفسيه، عملوا له منهجيه. بس اول ما نتكلم بالتدريب السايكاتري هو يعني هم العرافين والكهنه واللي كانوا يحاولون يقنعون المريض بال يعني بانه المرض ماله يتعلق بالالهه ويتعلق بالاضحيه، يضحي وهالمسائل هذه حتى يتخلص من الكرب، من الخوف، من الضوجه. الديانات كلها اللي حاولت تتفاهم مع الانسان وتفهم الانسان حياته حتى تخفف عليه ضغط الحياه وحتى تخفف عليه القلق والتوتر، وتنطيه تعليمات وتنطيه تعاويذ وتنطيه قراءات يقراها حتى يخفف عن نفسه القلق والخوف. لمن جاء الاسلام كانت الامر كان يعني ثوره عقليه. انا اتكلم مع الاسلام كثوره عقليه، لا اتكلم ان الاسلام اكبر من يكون ثوره عقليه، لا اتكلم على العلاج النفسي، على العلاج النفسي كان ثوره عقليه يعني كبيره جدا. اللي الرسول عليه الصلاه والسلام طلب انه المريض يتعالج وما يكتفي بموضوع الرقيه وموضوع التعويذه، ولذلك الرسول قال ان الله انزل الداء وأنزل مع كل داء شفاء، وكان الأمر واضح فتداووا، ما قال فترقوا ولا قال طلعوا الجن ولا قال تداووا، يتعالج يتداوى. فكان هذا يعني مفرق الطرق بين الفكرة يعني الاتكالية التعجيزية اللي تستند على مفهوم انه انت يعني هذا خلاص انتهى عقله فالبقيه على الكهنه والدين، وبين النظره العلميه الواقعيه انه يشخص المرض وياخذ علاج عليه. ولذلك اتبعوه العلماء المسلمين في يعني نظرتهم الطبيه للمرض النفسي. فمثلا ابو سينا كان يقول نصف العلاج في الطمانينه وعلاج الروح، ونصف الاخر في علاج البدن. فكان يركز على علاج الروح، على علاج النفس. والعلماء المسلمين شخصوا الأمراض النفسية وقسموا الأمراض النفسية وخلوا لها أدوية. يعني أكو كثير من الأدوية إحنا ما نعرف شنو مكوناتها. أنا قبل 6 أشهر 7 أشهر كنت في مؤتمر، وأكثر والله يمكن سنة، أحد الأطباء يعني الأجانب كان يتكلم عن موضوع علاج الكآبة وشون بدأت بالكاكاو وبعدين التبغ وبعدين الحشيش وهكذا. فدخلت قلت له لا الكلام مالك ما صحيح، لانه اكو طبيب اسمه قلت لكم اياه يعقوب بن عمران، هذا كان عراقي سكن في تونس وعنده كتاب عن الميلانخوليا الكآبة، وكتب انواع الادويه وطريقه استخدامها، ادويه اكرر ادويه يعني drugs used for depression. والعلماء المسلمين كانوا يحددون طرق علاجهم بالطب النفسي يتكون من الأدوية والعلاج بالدين وعلاج بالقرآن وعلاج بالرياضة وعلاج بالموسيقى وعلاج بالعمل rehabilitation. أوكي؟ وهكذا. وأبسط واحد من العلاجات اللي تستخدم أدنى بالدين هي موضوع الطمأنينة. يعني واحد يكون متضايق، يكون تعبان، يروح الأبو، يروح الأخو، يقول له تصدق حتى ترتاح، أقرأ قرآن حتى ترتاح، تذكر الله سبحانه وتعالى حتى ترتاح. حتى يقال لك حادث عن سيدنا عمر بن الخطاب في أحد المرات جابوا له خبر أنه 2 ارتكبوا ذنب في الشام وأصروا عليه. فطلب الوالي الشام طلب من سيدنا عمر انه كيف يتعامل معهم، فقال اقيم عليهم الحد. وكانت هذه مشوره سيدنا عمر، سيدنا علي، انه يجب ان يقام عليهم الحد. فعمر كتب للوالي انه يقام عليه الحد، هذا راي الصحابه واولهم سيدنا علي. فاقيم عليهم الحد، وبعد مده طلب راي ابو عبيده عن هذول الاثنين، فقال هما في عزله من الناس وكآبه. فرد عليه قال يذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا ما فعلوا فاحشة أو الذين إذا ظلموا أنفسهم وفعلوا شهادة استغفروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا جزء من الكوجنيتيف ثيرابي، بدل رأيهم السلبي من أنهم ارتكبوا ذنب ومطرودين ومنبوذين إلى موقف آخر، أنه هذولا ربما يكون موقفهم أكثر إيجابية إذا تنازلوا عن الذنب واستغفروا الله سبحانه وتعالى. هذا كوجنيتيف ثيرابي ممكن ترجعهم إلى حياتهم العادية.
بشكل عام هي هذه مبدأ يعني أول كلام أولي، لكن منهجية العلاج كان على يد العلماء العرب والمسلمين، واستمر التطور اللي صار إلى بداية القرن الماضي. يعني خلال الفترة هذه المظلمة من نهاية الحضارة العربية الإسلامية إلى بداية القرن الماضي، كان المريض النفسي يتعامل معاملة سيئة للغاية. كان they put them in the asylum and usually treated him brutally, either by punishment or by restraint or even sometimes by execution if they think that they had been possessed by demon. يعني كان إذا كانوا يعتقدون أنه هذا تلبسوا جن كان يقتلوه يعدموه، or at least he will be saved in an asylum is just like a pit. يعني مثل أي حيوان without any human or moral treatment. إلى بداية القرن الماضي من الإنسان يعني بدأت التفكير تجاه الهيومانيتيريان تريتمنت وذ ساتش بيشنتس، وبدأت تطلع عندنا السايكو أناليسيس اللي claiming that the psychiatric problems all are due to some conflicts during early childhood. هاي المفروض العام أخذتوها psycho analysis مع فرويد، أخذتوها ولا ما أخذتوها؟ الرابع هاي ده حد يجاوبني، أخذتوا الفرويد idea صف الرابع psycho dynamic؟ هتسمعوني ولا؟ مصطفى تسمعوني لو ما تسمعوني؟ يا دكتور نسمعك. العام صف الرابع شخته مصطفى ده موجود لو طلع؟ تقول طلع. أخذتوا عام الأول نظرية فرويد لو ما أخذتوها؟ ايه دكتور أخذناها. هو هذا فرويد أول واحد بدأ بالتفكير التحليل النفسي وكيف أنه نعوض نطلع الكومفليكس ونحاول نتخلص منه حتى المريض يرتاح. وبداية القرن الماضي أيضا بدأت تطلع الأدوية، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تطلع الأدوية الرئيسية اللي بدأت باكتشاف اللارجكتيل، وبعدين اكتشاف التوفرانيل اللارجكتيل أنتي سايكوتيك والتوفرانيل أنتي ديبريسنت، ومنها بدأت الثورة باكتشاف أسباب الأمراض النفسية والسايكوفارماكولوجي. فالآن راح ناخذ التريتمنت السايكاتري. الميديكيشن بالسايكاتري نستخدمها فور سايكوتيك ديسوردرز سبيشالي فور سيزوفرينيا and for depression, bipolar disorders, anxiety, attention deficit, hyperactive disorder. هذولا يعني هذولا الأدوية تعتبر أساسية، يعني the cornerstone of treatment. بالشيزوفرينيا، بالبيبولار، بالانكزايتي، بالدبريشن، بالاتشن ديفيسيت، هايبراكتيف سيندروم. بعض الأحيان الأدوية واحدة ما تكفينا، يراد نستخدم another method of treatments اللي يسميها physical treatments. يعني نقصد بها أنه to apply something physical not only pharmacological. فراح ناخذها بالتدريج. نبدا اول مره بالدرجز وتقسيماتها. الدرجز عندنا اول مجموعه الانكزايتيكس بمعنى الانكزايتي دراجز، وبعدين عندنا الانتي ديبريسنت دراجز اللي هي قسمه الرئيسيه، الترايسايكليك انتي ديبريسنت والسيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتورز، المونو امينو اوكسيديز والاتيبيكالز. هذول موجودين لكن استخداماتهم كلش قليله وبعيد عن استخدامكم انتو، هذا مال سبيشالست يستخدمها. هذول الانتي ديبريسنت ترايسايكليك سيلكتيف سيروتونين مونو امينو اوكسيديز والاتيبيكال. الانتي سايكوتكس هم يسموها نيوروليبتكس، هذه النوعين التراديشنال التيبيكال القديمه والاتيبيكال الجديده. وعودة عندنا المود ستابلايزرز اللي نستخدمها بالبايبولار ديسوردرز اللي تشمل اهم شيء واللايت ليثيوم سولتس والانتي كونفولسنتس. الليثيوم سولتس ما عندنا، ما نستخدمه نهائيا احنا ببلدنا. الانتي كونفولسنتس عندنا الرئيسيه هو الديباكين والاخر تيجريتول، وعم ممكن نستخدم اللاموتريجين وممكن نستخدم التوبيراميت وما شابه. والستيمولانتس اللي ممكن نستخدمها اكثر شيء بالاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي سيندروم، مرات قليله ممكن نستخدمها بحالات معينه بالدبريشن. هذه الدراكس. الفيزيكال تريتمنتس تشمل عندنا الالكترو كونفولسيف ثيرابي الاي سي تي كلكم سامعين بيها، والتراس كرينيال ماجنتيك ستيميليشن اللي هو جهاز خاص نستخدمه اكثر شيء للدبريشن، وعندنا السايكو سيرجري اللي هو نستخدم سيرجيكال اوبريشنز تو تريت سام سايكاتريك بروبلمز. هذه الفيزيكال تريتمنتس. النوع الثالث من التريتمنت هو سايكولوجيكال تريتمنت اللي يسميه سايكوثيرابي، اللي هنا نعتمد على يعني انترفيو
between a psychotherapist and the client والمريض. وهذا أنواع منها supportive ومنها cognitive behavioral therapy ومنها psychoanalytic therapy. Psychoanalytic therapy هذا يعتمد على نظرية فرويد. والsupportive therapy هذا نتعامل معه بالacute state، مريض إذا كان in acute stress، إذا كان in loss، إذا كان after trauma ممكن نعطيه supportive حتى يرتاح. راح ناخذ الأدوية. الأول هو الأنكزايتيكس. الأنكزايتيك دراجز بالسايكاتري تعتمد على البنزودايزيبينز اللي هي مجموعة الفاليوم، الفاليوم وجماعته. هذولا لايبوفيليك أمينز، أوكي، نستخدمهم تو ترانكلايز أو سيديت أبيشنت، ومرات نستخدمهم فور هايبنوتيك، ومرات نستخدمهم فور مصر ريلاكسيشن، أوكي. بس مشكلتهم الرئيسية أنه ممكن يسببوا لنا ديبندنسي، يعني بعد استخدامهم لمدة 7 أيام إلى 10 أيام، بعضهم لحد 10 أيام الميد يصير ديبندنت، يعني يصير أدكت عليهم. إذا ما ياخذهم راح تبدأ يصير عندهم أنكزايتي. الأنواع كثيرة لكن أشهرها راح ناخذها الآن هي هنا الألبروزولام، زانكس، زولام، هو اللي أعتقد كثير منكم سامعين به، أوكي. هذا very common and very famous drug. الثاني هو كلوردازيبوكسايد اللي هو الليبريوم، اللي هو اشهر واحد واول واحد طلع، اوكي. هذا نستخدمه اكثر شيء بحالات الالكوهوليزم لانه لونج اكتنج، يعني نقطع الكحول ونستخدمه مكانه الليبريوم حتى نعوض الكحول عنه. والاخر المشهور جدا هو دايزيبام الفاليوم، اللي هو ما حتشوفوه بحياتكم بالصيدليه وتشوفوه عندكم بالمستشفى وتشوفوه عندكم بالمستوصف، زين. هذا ينعطي اما اورالي ام انترافينسلي او ايفن ريكتالي، اوكي. وهنا هذا اكثر شيء نستخدمه فور ايميديت يوز تو اليفيت يعني اكوت اتاك اوف انكزايتي. كل البنزودايزيبينز كلها تشتغل على انهانسينج ذا اكتيفيتي اوف جاما امينوبيوتيريك اسيد ريسبتورز بالبرين، اللي هي هذه من ستيميليشن تعمل كانهبيتوري للريسبتورز مال اذر نيورو ترانسميترز، فتسبب لنا ريلاكسيشن، تسبب لنا سيديشن. يعني الايفكت ماله قريب للايفكت مال الكحول. الكحول ليش من يشربه راس يرتاح ويبدا القلق ماله يروح؟ لانه يشغل يحفز لنا الجاما امينوبيوتيك اسيد ريسبتورز اللي هي تعمل تصير انهبيتوري للنيورو ترانسميترز الاخرى، اوكي. فيبدا المريض يرتاح. هذه ايضا نفس المبدا مال استخدام الانتي كونفولسنس، اوكي، اللي ايضا تشتغل على الجاما امينوبيوتيك اسيد ريسبتورز تحفزها. ولذلك اللي كرونيك الكوهوليك بيشنت من يستخدم الكحول فور لونج تايم يصير ديبندنت عليه، لما نقطعه بعد مده يصير عنده كونفولشن، لانه الجاما امينوبيوتيريك اسيد ريسبتورز اللي ينتج من الجسم يصبح غير كافي، هذا يسوي انهبيشن، فقلته تسوي اوفر اكسايتيشن، فالمريض ممكن يصير عنده ابيليبتيك فيت اللي يسميها يعني ليت ابيليبتيك فيت، يعني بعد 14 يوم من قطعنا للكحول المريض ممكن يصير عنده كونفولشن. الاخر، الدواء الاخر المشهور جدا هو الاتيبان، عفوا الاتيبان اللونازيبام، اللي هذا ممكن نستخدمه كهيبنوتيك ونستخدمه تو الليفيت انكزايتي اند تنشن. الميدازول زيبام هو ذا انجكتابل، نستخدمه فور سيديشن او تو ريدوس بين، اوكي، او نستخدمه اكثر شيء يعني بري انستيك ميديكيشن قبل العمليات ممكن نعطيه، اوكي. والمشهور الاخر هو الناترازيبام الموغادون اللي هو هيبنوتيك، وهذا فيري ادكتيف دراج. واكو دراج اخر ايضا معروف جدا هو كلونازيبام اللي هو ريفوتريل، اللي هو انتي كونفولسنت اند انتي انكزايتي، انتي كونفولسنت انكزايتي. اذا هذول اللي اكثر شيء المعروفين، الالبروزولام، الدايزيبام، الكلوردازيبوكسايد، الاتيبان، لورازيبام، والميتازيبام والناترازيبام، وكذلك الكلونازيبام اللي هو الريبوتريل. الانديكيشن مالهم اهم انديكيشن عندنا they are used to alleviate anxiety، okay، so they can reduce tension and reduce irritability. هذا هو الانديكيشن. كذلك ممكن نستخدمهم كمصر ريلاكسانت، okay، because they block the neurotransmitters at the neuromuscular junction، okay، فيسبب لنا relaxation of the motor muscles. كذلك ممكن نستخدم كهيبنوتيك، لأن قلنا
they are potent gamma aminobutyric acid receptors stimulant, ولذلك يسوي سيفير انهيبيشن ويسوينا هيبنوسس، وكذلك تستخدم كانتي كونفولسنس. وكذلك مثل ما قلنا لكم بعضهم يستخدم بري ميديكيشن. اوكي، and very important use is to control the withdrawal manifestations of alcohol dependency، لانه يعوضون الايفكت اوف الكحول as gamma aminobutyric acid receptor stimulants. هذول هذه الانديكيشن مال هاي الدراجز. السايد افكتس مالتهم خلينا نشوف الميتابوليزم مالهم. هذول الميتابوليزم مالهم باي ليفر، ولذلك اذا كان عنده ليفر دمج المريض لازم نفكر انه نقلل نسبة ال قلل الدوز مال البيزودايزيبين حتى نقلل الهاف لايف مال المريض. الأدوية اللي بيها لونج هاف لايف ممكن تستخدمها حتى تسيطر لنا على الانكزايتي افضل من الشورت، مثلا كلونازيبام واللورازيبام، لكن الاقل الشورتر تايم والالبروزولام والنيترازيبام هذول الهاف لايف مالهم قليل. اوكي، ولذلك يعني نضطر انه يعني نتجنبها بالانكزايتي، لانه ممكن المريض يتعود عليها يقوم ياخذ كميات كبيره ومتكرره فيصير عنده dependency on such drugs. ال side effects الرئيسية اللي ممكن يصير عندنا drowsiness. كلكم مجربين الفاليوم أكيد حدثناهم، يصيرنا drowsiness، يصيرنا sedation، يصيرنا confusion، يصيرنا poor concentration، ولذلك المريض الذي يسوق سيارة أو كذا ننبهه أنه يعني يبتعد عن سياقة السيارة. التاكسيا ممكن يصير عندنا. اوكي، بوستيرال هايبوتنشن ممكن يصير، ممكن يصير بلورد فيجن. اوكي، وسينرجستيك افكت اذر سي ان اس ديبريسنت مثل الكحول والباربيتوريت ممكن يسبب لنا اشكاليه، والسبارتري ديبريشن والدراج ابيوز ممكن يصير عندنا كذلك. وكذلك يصير عندنا ودروت سيمتمز اذا قطعناها بشكل مفاجئ عند المريض المتعود عليها راح يصير عنده سيفير انكزايتي هيديك اند انسومنيا. اللي تتذكروه انه ريسبيرتوري ديبرشن، انتم راح تتخرجون ان شاء الله وتكونون بالعياده الخارجيه ويجيكم بعض المرضى عندهم سيفير انكزايتي وتريد تنطيه فاليوم، والفاليوم امبول ما ممكن يشتغل انتراماسكولار لانه ليبوفيليك يذوب بالدهون، فاذا اعطيته بالانتراماسكولار ما راح يصير بامتصاص، راح يكون امتصاص ماله كلش قليل. فانت الافضل ان تنطيه اورالي، او اذا اضطريت ان تنطيه امبول تنطيه انترافينسلي سلولي اي في باي انفيوجن، بس لازم يكون عندك يمك ريسبيريتر لانه ممكن باي لحظه المريض يصير عنده ريسبيريتوري ديبرشن، فتكون عندك ريسبيريتر وتكون كوشن ان يوزنج سوش دراج. الاذر انثلاليتيك دراجز ممكن نستخدمها، الباسبيرون هذا قليل موجود عندنا وهذا الفائده ماله انه ما يكون ادكتيف، بس ممكن يسبب لنا هيديك ونيرفسنس و انترستانال ديستربنسز. اوكي، وممكن يسوي لنا باراسيزيا وبعض الاحيان يسوي لنا انسوميا. من الأدوية المهمة بالأنكزايتي البروبرانولول اللي هو بيتا بلوكر. تذكرون من أخذنا الأنكزايتي قلنا إنه واحد من المانيفستيشن الرئيسية هو السمباثيتك أوفر أكتيفيتي. فالمريض صار عنده تاكيكارديا، صار عنده تريمر، صار عنده سويتينج، صار عنده تنشن، فهذا كله سمباثيتك أوفر أكتيفيتي. فإحنا لازم نقلله عند المريض، نقدر نستخدم بروبرانولول حتى نسيطر على الأوتونوميك هايبر أكتيفيتي حتى المريض يبدأ يرتاح. طبعا لازم نفكر أنه ماكو عندنا كونتراديكيشن اللي هو أسمى أو بندل برانش بلوك أو عنده هايبوغلايسيميا أو عنده يعني دايابيتس. هذولا كونتراديكيشن of using بروبرانولول. هذا الأنجازات الدراكس. إذا عندكم سؤال قبل ما يتحول على أنتي ديبرسنس، إذا عندكم سؤال، إذا ماكو سؤال خلينا نتحول على الأنتي ديبرسنت مباشرة. الأنتي ديبرسنت. These are drugs used to relieve the symptoms of depression. They first were developed in 1950 بالخمسينات طلع جابوا التوفرانيل، اكتشفوا التوفرانيل كأنتي هيستامينيك. فاستخدموه اكتشفوا ما بي أنتي هيستامينيك إفكت، لكن بي أنتي ديبرسنت إفكت. التوفرانيل، إيميبراميل.
فمنه طلعت تراسايكليك ديبريشنز، وبعدين بالثمانينات طلع عندنا السلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز اللي اشهر واحد بها فلوكسيتين. اكو مجاميع اخرى مثلا المونو امينو اوكسيداز انهبيترز، واكو الاي تيبيكال انتي ديبريشنز، هذول استخدامهم كلش قليل وما ما شفت انه يعني مهم انطيكم اياها. حتى يعني اللي نزلتها انا على نزلتها على الميت البي دي اف بها يعني اخر تحديث اللي حدثته الان. الاستخدام هو سيفير انكزايتي والاوبسيسيف كومبالسيف نيوروسيس، ونستخدمها للكرونيك بين، ونستخدمها للايتنج ديس اوردرز، ونستخدمها للبوست تروماتيك ديس اوردر. اذا انكزايتي، اوبسيسيف كومبالسيف، اوكي، ديبرشن، ايتنج ديس اوردرز، بوست تروماتيك ديس اوردر. طبعا ضيفوا لها ديبرشن هذه لانه ديبرشن ايضا مهم. اوكي، هذه الانديكيشنز مال انتي ديبريشنز، الانكزايتي، ديبريشن، اوبسيسيف كومبالسيف، ايتنج ديس اوردر، بوست تروماتيك ديس اوردر. التايبس هي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز. اوكي، هذول افكتيف از افكتيف از اني اذر انتي ديبريشنز. الفرق بينهم وبين السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز هو الانتي كولينرجيك سايد افكتس. الانتي كولينرجيك سايد افكتس راح تسبب لنا دراينس اوف ذا ماوث، تسبب لنا تاكيكارديا، تسبب لنا spasm in the urethra إذا كان عنده بنان البروستاتيك هايبرتروفي، ممكن يسبب لنا جلوكوما. ولذلك بالأولد إيج أولد ميل نحاول نتجنب هاي الأدوية ونعطيهم سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز لأنه آمن. إضافة أنه الإفكت الترابيوتيك إفكت بالتراسايكليك أنتي ديبريسانتس أطول كثير من السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز، ولذلك نحاول نتجنبها ونعتمد على السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز. الانواع كلها كثيره، الامتريبتيلين، تريبتيزول، الاموكسابين، الديسبرامين، دوكسيبين، ايموبرامين، توفرانيل، مابروتيلين، نورتريبتيلين، هذول كلهم من جماعه الترايسايكليك انتي ديبريسنتس. انتم يعني بس اللي تعرفون اسمائهم، ما تعرفون تفاصيلهم، لكن سايد افكتس مالهم مهمه. سوينا دراوزينس، سوينا دراي ماوث، سوينا بلرد فيجن، سوينا كونستيبيشن، يورينري ريتنشن، سوينا ديزينس، سوينا ديليد اورجازم، سوينا انكريز هارت ريت، سوينا ديس اورينتيشن وكونفيوجن، سوينا بوستر هايبوتنشن، سوينا انكريز ابيتايت، ويت جين، فاتيك، هيديك، لايك سنسيتيفيتي، نوزيا، سيزر، كلها ممكن تسبب لنا اياها هذه التراسايكليك انتي ديبريسنتس. السادن ستوب كذلك مالها ممكن يسبب لنا نوزيا، هيديك، ديزينس، ليثارجي اند فلو لايك سيمبتومز اذا فجاه قطعناها. لكن بشكل عام هي سيف دراكس وفيري افكتيف فور ديبرشن اند انكزايتي. اكو عندنا مشكله، بعض المرضى يعني ما يستجيبون الا على التراسايكليك ديبرشنز، ومرضى اخرين لا يستجيبون على السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز. لكن في كل الاحوال احنا نستخدم الافايلبل دراكس، واذا ما كان عندك كونتر انديكيشن ممكن نستخدم تراسايكليك انتي ديبريسنتس لانه تشيبر دراجز. اذا اشتغلوا فما راح اكو دواء اخر يشتغل افضل منه، لكن اذا فشل بعد مده نضطر نستخدم اذر تايبس اوف انتي ديبريسنتس، واللي اشهرها هي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز. هذول قلت لهم الفرق، قلت لكم الفرق مالهم عن التراسايكليك انه السايد افكتس مالهم اقل، وكذلك التايم شورتر تو ذا افكت. بالتراسايكليك انتي ديبريسنتس نحتاج الى مرات 5 اسابيع، لكن بالسيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز لا، نحتاج الى 2 أو 3 اسابيع حتى نشوف الايفكت مال المريض، الايفكت مال الانتي ديبريسنتس على المريض واضح. الاكشن مالهم طبعا كلهم راح يشتغلون على بريفنشن اوف ري ابتيك اوف سيروتونين ان ذا سينابتيك كليفت. يعني هذا النيو ترانسميتر مهم، ينفرز بالسينابسز على مود يحفز النيرون، ورا ما يكمل شغله يصير بي ري ابتيك، ينسحب مره ثانيه. السيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيترز وكذلك التراسايكليك انتي ديبريسنتس تمنع الري ابتيك مال السيروتونين، وذلك ارتفع النسبه ماله بالسينابتيك كليفت ويبدا يحسن المزاج. الانواع ماله كلش كثيره، اشهر هو هذا الفلوكسيتين، السيتالوبرام، الايسيتالوبرام، الباروكسيتين، السيروتونين، الفابرين، انواع كثيره، لكن المهم انه هاي الاسماء الاكثر يعني تداول بين كل السوق. السايد افكتس هي نوزيا، دراي ماوث، هيديك، دياريا، نيرفسنس، اجيتيشن اور ليستنس. هي هذه اكثر شيء مزعج
بال سيلكتيف سيروتونين ابتيكن هبدس، لكن تشوفون السايد افكتس كثير اقل مما موجود بالتراسايكليك انتي ديبريسنتس. هذه الانتي ديبريسنتس عندكم شيء عليها لو ما عندكم؟ راح ناخذ الان على الانتي سايكوتكس. الانتي سايكوتكس عندنا تو تايبس انتي سايكوتكس. عندنا التيبيكال انتي سايكوتكس القديمه واشهرها دايفينايل بيتايل بايكوليدين البايموزايد او الهالوبريدول، اوكي، والفينوثايازين اللي هو اشهرها اللارجر تشين. والنوع الثاني هو المهم، هو التيبيكال انتي سايكوتكس الاتيبيكال عفوا الجديده اللي تشمل الكلوزابين والاولانزابين والكوايتيبين والريسبريدول. هذا النيو، هذا بس اللي تعرفون اسمائهم، ما تدخلون تفاصيلها، بس مجرد انه الاسماء لا تكون غريبه عليكم. الفارماكولوجي مالتهم ببساطه راح اقول لكم اياها كما يلي. احنا مشكلتنا بالديبرشن هو قله الكونسنتريشن مال السيروتونين بالسيناتيك كليفت، ولذلك صار عندنا ديبرشن. الانتي ديبرسانتس نستخدمها حتى تزيد السيروتونين حتى نحصل انتي ديبرسانت افكت. بالسايكوسيس المشكله مع الدوبامين، بس مو لانه قليل، لانه كثير، لانه بي اوفر اكتيفيتي خصوصا بالفنتران تيجمنتوم، اوكي، وبمنطقه يسموه تراكت معين يسموه ميزو ستريتر تراكت، هذا بين الفنتران تيجمنتوم وينزل بعدين على ستريتر ترمينالس وينزل على يعني على الليمبيك سيستم. المهم انه تعرفون انه اساسا هو عندنا اوفر اكتيفيتي مع الدوبامين، فالادويه اللي نستخدمها هي كل انتي دوبامينرجيك دراجز، اوكي. هذه لكم منها، هذه بس يجي تطلعون عليها، ما عليكم منها. الدوبامين ريسبتورز عندنا كثيره، من الدوبامين 1، دوبامين 2، دوبامين 3، دوبامين 4، دوبامين 6، دوبامين وهكذا. اكثر شيء يهمنا هو دوبامين 2، دوبامين 4 اللي يشتغلون اذا صار بهم اوفر اكتيفيتي راح يصير عندنا سايكوسس. اوكي؟ النيو الاولد انتي سايكوتكس تشتغل على الدوبامين ان جنرال، كلها تعمل انتي دوبامينرجيك افكت. ولذلك تطلع عليها سايد افكتس. الجديده تشتغل على دوبامين 2 والدوبامين 4 فالسايد افكتس مالها اقل من القديمه. المرضى مال السايكاتري معظمهم ما يقبلون ياخذون الدواء، ولذلك اكتشفوا طريقه جديده او ممتازه للسيطره على المرضى، بانه بدل ما تنطيه اورالي بعض الاحيان تنطيه ديبوت انجكشن، اللي هي انجكشن ذات نيدز لونج تايم تو بي ابزوربد. اوكي؟ هاي ديبوت انجكشن نعطيها مثلا افري 2 ويكس او افري 1 مانث، وكو بعضها الان جديده تنعطي افري 3 مانث او افري 6 مانث وبها انتي سايكوتيك افكت. يبقى المريض كوايت لانه الكونسنتريشن بالبلاد يكون عالي ببساطه، لانه الدراج اللي يمتص عن طريق الماسلز مو عن طريق القط، ولذلك راح يعمل باي باس للهيباتيك ميتابوليزم، فيبقى الكونسنتريشن ماله عالي، ولذلك يبقى المريض بشكل جيد لمدة أسبوعين أو شهر أو ثلاثة أشهر حسب الديبوتيك جيشن اللي تستخدمها. أشهرها هي الفلوفينازين الموديكيت، الهالوبريدازين ديكانويت، والفلوبيثكسول ديكانويت. هذه أشهر الديبوت إنجكشنز. الآن أكو مثلا الكوريستا أو أكو مثلا الساستينا، الساستينا تنعطي كل ستة أشهر، لكن المهم عندنا أنه هي هذه اللي الآن متوفرة عندنا ببلدنا. الانديكيشن مال الانتي سايكوتكس عندنا الشيزوفرينيا، كل السايكوتيك ديس اوردرز، شيزوفرينيا، شيزو افكتيف ديس اوردر، اذر سايكوتيك ديس اوردرز، بايبولار ديس اوردرز، تواري سيندروم، والستيب بيهيفير اللي يصير بالالزهايمر ديزيز وبالديمنشيا وحتى بالتشايلد بروبلم. كذلك مانجمنت اوف ويذرول سيندروم بالاوبييت، مرات نستخدمها سمول دوزز حتى الليفيت انكزايتي، وبعض الاحيان نستخدمها انتي ايميتيك، اوكي، للمريض اللي مثلا بروكلوبيرازين ستيميتيل اللي ممكن نستخدمه حتى نسيطر على الفوميتنج. وبعض الاحيان نستخدمه للبروريتس باللارجكتيل او حتى بالهيكف، اللارجكتيل ممكن نستخدمه كذلك بالهيكف. السايد افكتس كثيره، كلش كثيره. تبدا من اللوجيكال سايد افكتس اللي بالتيبيكال انتي سايكوتكس القديمه اللي تسوينا باركنسونيزم، تسوينا اكيثيزيا اللي هو ريسلسنس، وتسوينا اكيد دستونيا سباستيك ريتروكوليس اللي هو تشنج بالعيون وبالعضلات الرقبه، اوكي. وكذلك ممكن تارديف ديسكاينيزيا اللي صيرنا تارديف ديسكاينيزيا تصير بالاولد تريتمنت، يعني بنستخدمها لمده 10 الى 15 سنه، ممكن يصير نوع من انواع الكوريو اثيتويد موفمنتس
بالماوس وبالفيس نسميها تاردف ديسكاينيزيا. هذا اول سايد افكتس النيورولوجيكال سايد افكتس. الاوتونوميك سايد افكتس هذه يعني تعتمد على نوع الانتيسايكوتيك. الانتيسايكوتيك البي الفا ادرينرجيك بلوكينج افكت راح يسوي لنا اشكاليات كثيره، مثلا الارثوستاتيك هايبوتنشن والتاكيكارديا، وال ممكن يسوي لنا البرولونجيشن اوف اس تي انترفال، ويساعدنا بالبيتيشن او اكتوبكس، وقد او قد يكون كالسيوم شانل بروكر اللي يسبب لنا امبيرد اجاكوليشن. لكن اهمها هو الميتابوليك بروبلم اللي هو يسوي لنا جينينج ويت with increase in cholesterol and hyperlipidemia and in hyperprolactinemia. بالومن راح يصير عندنا امينوريا وجلكتوريا وانفرتيليتي، بالمين راح يصير عندنا امبوتنشن انفرتيليتي ودمج ليبيدو. ولذلك هذه مشكله من نستخدمها باليونج بيبل، لازم نخلي بالنا اي نوع من الانتي سايكوتكس اللي نستخدمها. اقل دواء بهذا الايفكت مال هايبربرولاكتينيميا وبميتابوليك ايفكت هو الاليبوبرازول Amplify اللي هو very يعني special drug. Cardio toxicity أيضا يسمونه arrhythmia, bundle branch block ممكن يسبب لنا sudden death. The acral effect خصوصا large actile ممكن يسبب لنا يعني cataract, والميلري ممكن يسبب لنا retinitis pigmentosa اللي هو صبغ بالريتنا. لكن كلهم ممكن يشتركون بواحد من الـ يعني dangerous side effects اللي هو malignant neuroleptic syndrome، وهذا يكون dangerous ويكون emergency ونسبة الوفيات بيه بحدود 25% بأعلى centers، واللي هو يتكون أساسا من hypersensitivity للانتيسايكوتيك، واللي راح ساعدنا هو extra major side effects قوية. أوكي، ولذلك عنده muscle rigidity، عنده عنده sympathetic instability يعني راح عندنا autonomic instability، ممكن يصير عنده high fever ويصير عنده hypothermia، راح يصير عنده high blood pressure، راح يصير بعدين ينزل hypo blood pressure، وراح يصير عنده tachycardia ويصير عنده bradycardia. هو autonomic instability هذه كلش خطرة، وكذلك راح يصير عنده renal damage due to damage to the muscles، وذلك هي خطرة. Allergic toxic مثلا cholestatic jaundice ممكن يصير، agranulocytosis ممكن يصير، وskin eruption ممكن يصير عندنا كذلك كمن الانتيسايكوتكس. هذه الدرجز الرئيسية اللي يعني نستخدمها بالسايكاتري. إذا عقب سؤال عليها يسألوني كما يعني يتطول على الفيزيكال تريتمنت. إذا عندكم سؤال يا شباب يسألوني، لأنه هتحول على physical treatments. دكتور أكوش يعني بعض الأدوية مشروحة بالمحاضرة اللي نزلتها، ما شرحتها أنت؟ نعم، أكوش بعض الأدوية موجودة بالمحاضرة بس أنت ما شرحتها. لا بدلتها هاي إذا الباحة باللي بالسحور بدلتها. يعني أنت بدعت جديدة؟ جديدة أي بدلتها نزلوها إن شاء الله. يعني الأشياء الزايدة ما لكم تدوخون بها، ما لكم يعني اول شيء لانه وقت لحقوا، لان اعرف انه الوقت ما ظل، وبالفصل الثاني الوقت يعني بيضغط علينا بشكل كبير، فما اريد اعطيكم كميه كبيره من المعلومات وتدوخون بها، فعاد اختصر كثير كثير زين. والاشياء المهمه عاد اقول لكم مهمه، يعني بالدرجز اللي ذكرت لكم اياها كلها اسماءها ما مهمه بقدر اهميه مثلا السايد افكتس اللي 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 يعني كلش مهمه عندنا. كذلك حتى من اجيب مثلا سؤال على واحد من الدراجز الانديكيشن مالته والاساس ماله حتى نتجنب السايد افكت، يعني مثلا اولد ايج عنده فلان شيء، انطي فلان دو ولا فلان دو، فانتوا يعني من اي جروب تستخدموا نشوف كنت انتبهتوا على سايد افكت ولا ما انتبهتوا على سايد افكت. اوكي، يعني ما اريد يعني تهتمون باسماء الادويه بقدر ما تهتمون بالمعلومات اللي عندنا، مثلا كل جروب شنو الانديكيشن ماله وشنو السايد افكت مالته. واضح كلامي؟ واضح واضح. هسه راح ناخذ الفيزيكال تريت مثل اللي قلنا عليه، هو نستخدم فيزيكال ثينكس واللي تشمل او شيء الالكترو كونفولسيف ثيرابي،
اللي هو الكتريك كونفرشن ثيرابي از ا بروسيجر ان ويتش الكتريك كرنت ار باست ثرو ذا برين ديليبريتلي تو تريجر ا بريف سيزر. اذا اشنو هو البرنسبل ماله؟ انه مشي تيار داخل البرين، الهدف اشنو؟ الهدف اشنو؟ حتى نسوي سيزر. شنو معنى سيزر؟ شنو معنى سيزر؟ سيزر يعني نوبة اختلاج، يعني نوبة صرع. نسوي صرع اصطناعي تحت السيطرة. لأي حالة نستخدمها؟ نستخدمها بالسيفي ديبريشن أو بالريسيستنت ديبريشن أو بالشيزوفرينيا أو بالمانيا أو إذا كان عندنا مشكلة بالبريجنسي وما نريد نستخدم دواء. أو بالأولد إيج لأنه عندنا مشكلة بالسايد إفكتس مال دراجز. أو بعض الأحيان عند المرضى اللي يعتقدون أنه الإي سي تي راح تفيدهم. أو عند المرضى الكرونيك اللي نعرف أنه الإي سي تي فادتهم سابقا. طبعا هي فيري سيف لكن سمعتها سيئة. حتى المرضى اللي سابقا فادتهم الإي سي تي من يصير عنده نوبة إضافية يجي يقول الدكتور ما يفيدني لما تعطيني كهرباء. اعطيني كهرباء حتى ارتاح، ياخذ كهرباء يرتاح. لكن بشكل عام هي هذه الانديكيشن مالتها. الدبريشن، السيدنت ديبريشن بالشيزوفرينيا، بالمانيا، بالديونيك بريجنسي، بالاولدر بيشنتس، بيبل هو بريفير اي سي تي، وين اي سي تي از بروف تو بي سيف. حتى يعني بالبربرا سايكوسيس الاي سي تي از فيري افكتيف. لكن هذه الانديكيشن الرئيسيه. السايد افكتس مالها عندنا الايميديا سايد افكتس راح يصير عند الميت كونفيوجن، وراح يصير عنده امنيزيا، يصير عنده نوزيا، يصير عنده فوميتنج، يصير عنده هيديك، يصير عنده جوينت بين، ويصير عنده يصير عنده يعني مصل بين. بس على لكم دقيقه واحده. يا حمودي هذا ما اقدر اروح عليها. فمن يصير عندي واس اروح، من يصير ما عندي واس والله ما اروح. فيتصلون مع السكرتير هم يجهزون. مصل سبازم، اسبيريشن نيمونيا، ستيتس ابليبتيكاس ممكن يصير عندنا، جوينت ديسلوكيشن ممكن يصير عندنا، وممكن يصير عندنا سب كونجكتيف بليدنج. كلها سيف وكلها سمبل سايد افكتس ممكن واحد يعني يتحملها ويتجاوزها. هاي احكي لكم اياها حتى بس تعرفون شنو هي، لان كثير سامعين على الاي سي تي بس ما تعرفون شنو هي. اكو احد منكم شاف الاي سي تي؟ اي نعم دكتور شفناها من مزعجه 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 ما والله ما اعرف لا شكله مزعج ولذلك نضيعها تحت التخدير. المفروض تحت التخدير وبالتخدير نستخدم شورت اكتنج باربيتوريت نعطيه اللي يسوي سليبنج فور اباوت يعني 15 تو 30 مينتس ونعطيه معاه مصل ريلاكسنت اوكي ونخلي ماوث بيس بال تو بروتكت ذا تيث ونعمل جود سبورت للمريض ونخلي التو الكترودز اون ذا هيد اون ذا تمبورو برايتال اريا هنا وهنا اكو نوعين اكو نستخدمه بال يعني ال باي بولار ويوني بولار. باي بولار يعني ما بولار ديس اوردر، باي بولار اي سي تي اوكي نستخدم على التو تمبورو برايتال ارياز، واليوني بولار نستخدمه على وان هيمسفير نون هيمسفير حتى لا يصير عندنا كونفيوجن. فنخلي واحد من الكتروتس بهالمكان والكتروتس الثاني يكون بال يعني بالسنتر اوف ذا سكال ونمطي الكرنت حتى يصير عندنا كونفولشن. واضح؟ عفوا الحمد لله. هذا الباي بولار بنعطيه يوني بولار نعطيه هنا. وهنا الباي بولار اثنينهم على الجهتين، هذه جهه والجهه الثانيه نعطيها الاي سي تي بهذاك المكان بهذا الشكل. والمريض صار عنده كونفولشن، صار عنده كونفولشن، هذه عندنا بالشو اسمه بلادنا بلا تخدير قبل ينطون المريض. زين ونعطي الاي سي تي. النوع الثاني هو تراسكرينال ماجنتيك ستيميليشن، هذا جهاز خاص، هذا يوز فور ديبرشن ميلي فور ديبرشن. اللي نقصد به هو نستخدم ماجنتيك فيلد تو ستيميليت نيرف سيلز ان ذا برين تو امبروف سيمبتومز اوف ديبرشن. ماجنتيك فيلد نسويه حول البرين حتى نحسن النيو ترانسميشن بالنيورونز اوكي. ونستخدمها usually for depression which did, يعني not responded to other methods of treatment. هو الجهاز هو هذا الشكل مثل جهاز الأسنان ونستخدمه بطريقة لمدة 20 دقيقة نمشي الفيلد على البرين والمريض يكون واعي وما يحتاج أن يكون عنده
انستيزيا او يحتاج يكون ريستريند. نحتاج بين 6 الى 10 الى 15 جلسه، بس شويه مكلف يعني بحدود ال $50 الجلسه الواحده، ولذلك يعني ما جابوه عندنا وما اعتقد راح نقدر نجيبه. النوع الاخير هو السايكوسيرجري، اللي الاخير هو السايكوسيرجري، ما اعرف الظاهر كنت شطبته ايضا عنكم لشوف الله موجود بالاخير. سايكوسيرجري، سايكوسيرجري ممكن نستخدمه بعض الحالات النادره بالسايكاتري، اللي مثلا حالات النوت ريسبوندينج اوبسيشن او بالحالات الاجريشن بالبيرسونال ديس اوردر ممكن نستخدمه، لكن بشكل عام يعني استخدامه عندنا ماكو، احنا ما نستخدم سايكوسيرجري اطلاقا ببلدنا لانه فيري ديفيكولت اند ات نيدز ا لوت اوف ليجال اند ايثيكال ستيبس. بسايكوثيرابي هنا نستخدم تكنيكس خاصة حتى to help the patient by talk therapy، أن نتكلم معاه talk therapy. الهدف هو to identify and change troubling emotions, thoughts and behavior. هذا الأساس ماله. أوكي؟ والأنواع ماله كثيرة. الأساس هو أن نفهم ال behavior وال emotion and ideas that contribute. أنا أذكركم لحظات بس. To understand the emotions, ideas, contribute to the illness of the patient, and to understand life problems and events that a major illness, death of a family member, loss of job, divorce, etc. What sort of stress and how the patient looking to these stresses and what his idea about the way he will try to solve such stresses and يعني to understand whether he which aspect of these problems he or she may be able to solve or to improve. الهدف هو to regain a sense of control and pleasure in life and to learn healthy coping techniques and problem solving skills. هي هذا الأساس. يعني الأساس إنه ما أنت تصير بديل للمريض تحل مشاكله، ما أنت اللي تكون أبوه أو تكون أمه حتى تحل مشاكله. كل اللي تحاول إنه تفهم المريض نقاط القوة اللي عنده اللي ممكن يستند عليه المريض حتى يرجع يبني نفسه مره ثانيه، حتى هو يستخدم سكيلز جديده عنده، هو يستخدم سكيلز جديده حتى يعمل ادابتيشن مع الحياه حتى يقدر يحل مشاكله ويطور نفسه. الانواع ماله كلش كثيره، اما يكون انديفيدوال سايكوثيرابي ان المريض يجي وحده نقعد معاه، او جروب سايكوثيرابي انه اكثر من مريض يشاركون بمشاكل متقاربه يقعدون بنفس المكان زين، ويبدا واحد يطرح مشكلته على الاخر ويبدا يشاركون الاكسبيرينس بيناتهم ويشاركون الايموشن بيناتهم، وواحد يتعلم من الاخر الكوبينج سكيل وشلون ممكن يتجاوزون الحاله. هذا الجروب ثيرابي ما نجح عندنا لانه احنا معظمنا الجروب ثيرابي موجود من العوائل، يعني من واحد يكون مريض العائله كلها تسندوه، من يكون تعبان اكثر من واحد بالعائله يسندوه، اصدقاء يسندوه، فما يحتاج ان يقعد مع الاخرين حتى يسندوه. كذلك البرايفسي، يعني احنا هنا مثلا ما عندنا مثلا المدمنين على الخمر يقعدون بيناتهم يتناقشون، ولا عنده مشاكل مع زوجته يقعدون يتناقشون يعتقدون انه هاي من اسرار الحياه اللي ممكن تنطرح. لا، بالغرب عندهم المشاكل الاخرى، يعني اللي مثلا متعودين الى اللي متعرضين على اغتصاب يقعدون كلهم يتناقشون تجاربهم، واللي متعرضين على اللي على الكحول ايضا يقعدون يناقشون مشاكلهم. النوع الاخر هو المرايتال الكابلز، اللي هنا ما عندنا كابلز، احنا عندنا الزوج والزوجه، نجيبهم حتى نشوف الاشكاليات اللي بين بالايموشنز والكوميونيكيشنز والبيهيفير اللي تصير بالبيت، ومن التريجر فاكتور اللي عصروا هالاشكاليات واللي عصر عندنا مشاكل بين الزوج والزوجه ونحاول نحلها. بالفاميلي هنا نخلي بالنا بالفاميلي ثيرابي، نخلي في بالنا انه اللي يجينا راجعنا دائما هو سكيب جوت اوف ابنورمال فاميلي، هو كبش الفداء اللي عائله غير طبيعيه. فنجمع العائله كلها ونشوف اسلوب تصرفاتهم بيناتهم، ونشوف الكوميونيكيشن بيناتهم، ونحدد وين الخلل بالكوميونيكيشن، وين الخلل بالبيهيفير، وليش المريض ما صار التريجر فاكتور للابنورمال فاميلي، ونحاول نعطيهم طرق جديده تو كوب وذ ستريسز اند هاو تو اندرستاند ايتش اذر اند تو اكسبريس ذير لاف اند سبورت تو ايتش اذر، ونحاول ان نساعد المريض من خلال مساعده العائله.
هذه هي التايب ما سايكوثيرابي، لكن الابروش بالسايكوثيرابي، اساليب تقديم السايكوثيرابي هي كثيره. تبدا من السايكوديناميك اللي هو السايكواناليسيس مال فرويد، اللي نحاول نحلل كل الكونفليكتس اللي مر بيها المريض من ايام طفولته الى ان كبر، اوكي، وشوف الايموشنز على شنو متعلقه، وين بدات الكونفليكتس، وشنو طبيعه الكونفليكتس من فتره الطفوله، ونحاول نخلي المريض يحددها ويفهمها بشكل جيد، ونعلمه كيف يعمل كوبينج مع الديفيكولتيز اللي عنده وحاول يتجاوزها. هذا مثلا يعني واحد عنده فوبيا، نجي نحدد من هو صغير شنو اللي خوفه، من التجربة اللي خوفته، وشون واجه التجربة، وشون ممكن يتخلص من التجربة، وشون ممكن يستخدم إمكانياته حتى يتجاوز الفوبيا. النوع الثاني هو المشهور الانتربرسونال سايكوثيرابي، اللي هو المريض الآن يعني انت يشوف البيهيفير والانتراكشن بينه وبين الفاميلي وبين الفريندز. الهدف من الاساس ماله تو بروف كوميونيكيشن سكيلز ان انكريس سيلف استيم، يزيد يعني ثقته بنفسه، ويزيد احترامه لذاته، ويزيد هو قدرته على التعامل مع الاخرين من غير ما دائما يجتر الفشل ويبدا يفسر الماضي ماله كله على شكل خطوات من الفشل وخطوات من عدم التوفيق مع الآخرين، أوكي؟ هذا الانتربرسونال. السايكوديناميك والانتربرسونال أكثر شيء نستخدمها بالجريف رياكشن، نستخدمها بالريليشنشيب كونفليكس مثلاً، العلاقة مع الآخرين، وبالرول ترانسيشن as becoming a mother or caregiver، من كانت سابقاً مثلاً أم إلى الآن أصبحت زوجة وأصبحت أم، العفو كانت عازبة وأصبحت زوجة وأصبحت أم، ونحاول نساعدها كيف تستخدم قدراتها حتى تنجح بهذا المجال. الآخر هو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي بمعنى أنه الإدراكي السلوكي، يعني نبدأ المريض نغير الفولس أسامبشنز ماله، الأفكار الخاطئة والأفكار الغير صحيحة اللي خلاها أصلا بالبداية عنده، أوكي، نبدأ نغيرها إلى أفكار أكثر إيجابية وأكثر صلاحية، ونساعده أن يتصرف على هذا الأساس. يعني مثلا واحد على سبيل المثال فشل بالامتحان، ويجي أنه كل اللي يشوفه أنه عنده فشل، أنا راح نقول له لا، أنت ما نقول عليك فشل، أخفقت بس استفادت تجربة أنه الامتحان ماشي بهاي الصيغة، أنت الامتحان الجاي ممكن تستخدم قدراتك وتستخدم من هاي تستخدم الفائدة من هاي التجربة حتى تنجح بالمحاولة الأخرى. هذا الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي أساسه، أوكي؟ نستخدمه who thinks and behaves in ways that trigger and perpetuate mental illness, okay, and who suffer from depression and anxiety, and who refuses or unable to take antidepressant medication, out of all age who have mental illness that causes suffering, disability or interpersonal problems. بهاي الحالات نستخدم الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، اللي نشوف المريض يحتاج ان يغير رايه تجاه مرضه، يحتاج ان يغير رايه تجاه الادويه اللي استخدمها، نحتاج أن نغير رأيه تجاه علاقاته مع الآخرين. النوع الثاني دايلكتيكال، اللي هو الجدلي، اللي هو المريض نفسه يبدأ يستخدم ذاته بتثبيت تجاربه يوم بيوم ومشاعره يوم بيوم، وشوف تقلبات المشاعر ماله يوميا، أوكي؟ هذه نستخدم أكثر شيء حتى يبدأ نغير أيضا آراءه وفكره، خصوصا للمرضى اللي عندهم يعني من الصعوبة أن تتعامل معه، أو المريض الخطر أو المريض المتعب. هذا نساعده بأنه يشوف سلوكه وتصرفاته يوميا، أوكي، ونحاول إن كل تصرف نجيب التصرف الآخر الأفضل منه، ونشجعه أن يستخدم التصرف الأفضل منه، وهكذا بالتدريج لما يبدأ يغير سلوكه. أريدكم بس تعرفون أسماء هذه حتى تستغربون منها. هذه قلنا استخدم بالانهاثي بيبول، مثلا الجماعة اللي عندهم سيلف ميتيليشن اللي يأذي نفسه، أوكي، أو جماعة اللي يكون عنيفين مع الآخرين وتعاملهم يكون صعب مع الآخرين. الديلكتيكا ثيرابي هذه ما تكون تقروها، هذه مال يعني الديكيشن مالها، يعني ما أعتقد أنه كلش راح أن تتعاملوا معاه، بس الاطلاعات الاطلاع والمعرفة العامة.
هذا هو الاذر تايبس اوف ثيرابي، اذر تايبس اوف تريتمنت. شويه مزعجه المحاضره لكن لازم تاخذوها، مهمه. اذا عندكم سؤال اسالوني يا شباب. دكتور؟ نعم. دكتور بس سؤال خارج المحاضرة إن أمكن. يلا يلا خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مع السلامة.